السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في القناة ديالي. ان شاء الله اليوم غيكون ثاني فلوق لي على القناة. الفلوق ان شاء الله غيكون من طاقة ديال ساونس، واحد الرحلة قصيرة للجبل. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوني للقناة وتشغلوا جرس الانذار، ويلا نشوفوا هذا الفيديو جميعا. اليوم غتكون الرحلة ديالنا للجبل على قمة في المنطقة، اكتشفوها جميعا. الجسر المتوسط بإمكانه أن يعطي نتائج مبهرة ويعيدنا إلى ظروف حيوانات كنا نحسبها قد انقرضت من خلال مواهباتنا. الذي أمامنا هو جبل سيدي مسعود، أكبر قمة ارتفاع في منطقة ساونس، أو ما يصطلح عليه بقبيلة سلاس. Dream until I make it real.
نسى كان بالي هذا غير الريشان. الصورة طبيعية اللي ما
راسهم شي فيلم شي شي تقدر ما تلقاها قلب عليها في جوجل ما لقاش بحال هاد الصوره الصوره كنا في اعلى نقطه حنا دابا في وقت قصير وصلنا لتحت انت كما كتشوف دخلنا للغابه دابا بقاو غاديين في غابه حاليا نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لنا لايك وتبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم ونشوفكم ان شاء الله في شي فلوق اخر شكرا لكم.